السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق تيست كيت تطبيق كويس جدا لو عندك ارت تقدر ان انت تنظمها بكامل الشرح بتاعه. هاجي هنا مثلا اقول له كايرو، بدي بيجيب لي الاماكن، فانا ببدا اعمل زوم على الجزء اللي انا عايزه. هنا مثلا وهقول له مثلا ان انا عايز ابدا ارسم السايت، فاجي من هنا اقول له سايت وابدا ارسم الحدود اللي انا عايز استغلها في المشروع بتاعي. قفلت المشروع بالشكل دوت. تقدر تقول له ده انا عايزها على شكل مثلا جاردن كلها، على شكل تبدا تشوف ايه الاماكن اللي انت ممكن انت ايه تشتغل عليها مثلا بالشكل دوت. طيب عايز اقسمها، فهقول له ان انا عايز اقسم مثلا من هنا لهنا، فيقسمهم لي الحتتين بالشكل دوت، واي واحده فيهم تقدر انت تحركها هو اوتوماتيك. مجرد ان انت بتتحرك يبدا يقول لك المساحه اللي موجوده دلوقتي ينفع تكون قد ايه، وتقدر ان انت تعمل سيت باك البلكونه قد ايه، تقدر تعمل سيلكت لاي يونت وتقول له اديت يونت وتعدل فيها، فيها كام بيد وفيها كام باث روم، وتقدر ان انت تشوف الاعداد اللي انت عايزها. ومن شكل الشجره اللي هنا ممكن تقول له انا عايز اعدل في الزون، فيبدا يجيب لك عدد الزون. طب انا عايز اعدل في ديل، في هاوسنج، في درايف، في السايت اكسس بتاعي، تبدا ان انت تعدل كل اللي انت عايزه من هنا. طيب لو عايز اعمل حاجه في الطرق، فهاجي هنا اقول له علامه بلس او اد، واقول له مثلا انا عايز اشتغل في الطرق، فبيقول لي دي انواع الطرق اللي موجوده. ممكن تعمل مثلا بارك واي او هاي واي، ممكن اقول له انا عايز نيو وعايز اعمل مثلا الايديتور، فجاب لي هنا بقى شكل الطرق اللي موجوده. تقدر تعمل سيلكت على اي طريق فيهم وتضيف او تحذف. يعني ممكن مثلا اقول له انا عايز اضيف هنا، ممكن تغير النوع بتاعه مثلا، ممكن تقول له انا عايز بلس، ممكن تقول له ريموف. تقدر تلغي زي ما انت عايز وتضيف زي ما انت عايز. هاجي تحت خالص واقول له انا عايز اضيف، فبيقول لي اهوت. فببدا اشوف الويتس، لو انت عايز تزود الويتس، عايز تخلي مثلا سايد ووك، عايز اي حاجه انت عايزها، تقدر ان انت تضيف اكثر من جزء من اجزاء الطريق، باركنج مثلا بالشكل دوت. دي الداتابيس اللي عندي، فتقدر ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز، سواء طرق سواء اي حاجه تانية. يعني ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز باك جراوند ايمج، فتضيف صوره معينه وتبدا ان انت تحط الطريق بتاعك على اساس الصوره ديت. ممكن اقول له ان انا عايز ارسم طريق مثلا، فهاجي هنا علامه بلس واقول له ان انا عايز ارسم مثلا رود، وابدا ارسم مثلا الطريق بتاعي مثلا من هنا لهنا اهوت. وتقفل الطريق بتاعك ويدو سكيب عشان توقف الطريق، توقف رسم الطريق. وبعد كده ممكن اقول له زائد رود تختار وتبدا ترسم الطريق زي ما انت عايز. هو بيبدا بقى يحط الكونكشن بتاعته بالشكل دوت، وممكن تعمل سيلكت على الطريق تعدل فيه بالشكل ده اهو، اب داون زي ما انت عايز. وهو لما تقرب من شكل المنطقه هتلاقي هو بيعدل نفسه بنفسه، تقدر تتحكم فيه شكل الطريق بشكل سهل جدا ولذيذ. فبسهوله تقدر ان انت تقول له ان انت عايز تزود مثلا اي حاجه. مثلا ممكن لو انت في قلب السايت، دخلت جوه السايت، تقدر ان انت تزود بقى سبيس باوند زي ما انت عايز، سايت اكسس. ممكن تقول له انا عايز ازود سبيس، فيقول لك ايه السبيس. هي السبيس دي بقى انت تختار انت عايز تحط فيها ايه. ممكن تحط فيها فويد مثلا او هوتيل او باركينج، يبدا يعملها كباركينج وهكذا.